حاضر. وانا بصي لو دخلتي على الجروبات بتاعتنا على الفيسبوك هتلاقي كل الديزاينرز وكل الناس اللي بنستضيفهم عناوينهم وارقام تليفوناتهم هتكون موجوده. وميرسي جدا، واحنا فرحانين بيك وبضيوفك. انا اللي فرحان بيك وانتوا. اشكرك على ذوقك. طب احنا شفنا الشكل ده من القواعد، نشوف بقى ايه. هتورينا ايه كمان، ايه ناقص؟ هو بالنسبه لل كاف ممكن نتفرج عليه. الخميس والخميس ده مهم قوي، امبارح كان الخميس وقلنا ال 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 الكاف اللي هو ده. اوكي ده بس ده ممكن تمشيه مع الصينيه دي ولا ممكن تعملي ميكس اند ماتش؟ لا طبعا، انا ناس كتير مثلا عرايس كبير يقول انا بعمل بيتي وتفتكري ممكن اخد ده وده، اقول لهم وليه لا؟ ممكن يبقى مع الصينيه دي. بالظبط. اوكي، يعني هنا هو المج عليه الكف ممكن يمشي مع دي، ممكن يمشي مع دي. ودلوقتي بقوا الناس وهي رايحه تتزاور وجايبين هدايا للعرسان وكده، وتبقى حاجات حلوه قوي. لو عايز اقول لك حاجه، في رمضان الناس بدات تجيب حاجات زي كده بدل ما كله يدخل بالبسبوسه، يعني تلاقي لو انت عامل عزومه وكله دخل بجاتو او بسبوسه بتلاقي خلاص. ودي حاجات هتقعد. ايوه. ودي حاجات هتقعد. حاجات هتقعد. طب احكي لي الناس ممكن يعني يوصلوا لك ازاي؟ في جروب على الفيسبوك، انا المنتجات دي اسمها جود معناها الكرم، والناس بتوعي على الفيسبوك هم اللي اختاروا الاسم، يعني انا قلت لهم انا كده عايزه اعمل اسم، عايزه اسم عربي بس مختلف، وعملت زي مسابقه واديت جوائز وبتاع. برافو عليكي. كانت حلوه. افكارك حلوه قوي. احكي لي القماشه دي ايه؟ دي كانت فكره مفرش، فكره دول كلهم شرايط. كلهم شرايط، والالوان اللي هو الموفات في الاحمر في البينك. اوكي. بينفع مفرش، ممكن شال، ممكن اي ايه ده، انت عرفت ازاي؟ اي خدمه. انا دايما اقول للناس كده بيستغربوا مني ان انا بالنسبه لي. حطي شال كده تورينا ممكن يبقى ازاي؟ اوكي. ممكن يبقى لطيف جدا، وممكن يبقى مفرش. ممكن يبقى مفرش، ممكن يبقى في حاجه ثرو على الثرو. بالظبط. الثرو دي بتبقى في يوروب اكتر، فكره الثرو. بس هو بيسكلي انت بترميه كده على الكنبة. ممكن انت عارفه، انت قلتي الثرو دي فكره موجوده في اوروبا، احنا واخدينها اساسا من هنا. بجد؟ طبعا. البيوت المصريه من قبل 150 سنه كنت دايما تلاقي محطوط على الكنبه ومحطوط ريحه كليمه محطوطه في الجنب، وساعات كانوا بيناموا عليها يفردوها ساعات النوم، وساعات كانوا يتغطوا بيها للدفى. فهم اخذوها مننا. بس هو كل بيوتهم لازم دلوقتي في اوروبا وامريكا تلاقي لازم على طول شكل حلو المنظر وتستخدمها نفس الفكره. او ممكن مثلا هي تتحط هنا، يعني بص على الباظه تبقى شكلها حلو قوي. اوكي، ناخد تليفون. معانا استاذه فاطمه. استاذه فاطمه. الو. اهلا وسهلا. اهلا بيك. نور. ازيك يا شيرين؟ ازي حضرتك؟ الحمد لله بخير. تأموري؟ اكلم الاستاذه دينا. اتفضلي دينا، معاكي. مساء الخير. مساء الخير. مساء الخير يا استاذه دينا. زي حضرتك؟ الحمد لله بخير. الحمد لله. تسلمي على الحاجات الهايله دي. بتقولك بتسلمي على الحاجات الهايله. في اي صواني عجباني جدا. ميرسي. عجبك انهي واحده اكتر؟ لا كل الصواني عجباني جدا. انهي واحده؟ وبسالك الكوفيه دي انت برضه عاملاها؟ الايه؟ الكوفيه اللي لابساها. الكوفيه اللي انت لابساها. دي لا، دي انا شارياها بس برضو متهيألي واحده من مصر هي اللي بتعملهم. ما هو ده اللي انا بحبه بقى في المعارض اللي احنا بنروحها، بنكتشف انه في مصريين كتير قوي بيعملوا حاجات فعلا بتدي لمسه فنيه وما نبقاش عارفين عنها، بس هيبداوا يظهروا ان شاء الله. ها في البرنامج كده هنجيبهم كلهم. هنجيب لكم كلهم. ليكي اي سؤال تاني يا استاذه فاطمه؟ لا ميرسي، انا بس يعني الصواني عجباني، فلو هشتريها منين، من المعرض ولا منين؟ هحاول لك الكنترول روم اقول لك ممكن توصلي ازاي للزينة. اوكي، شكرا ليك. اشكرك. انت هنا برضه دخلتي حاجه للشباب اللي بيحبوا مارلين مونرو، بيحبوا الحاجات الخواجاتي شويه، ما حرمتيهمش من حاجه، فعملتي برضه هنا حاجه. دولت ايه؟ هقول اوكي، دول ممكن كذا حاجه، ممكن يتعلقوا على الحيطه. ممكن يتحطوا بلوكس كده على الترابيزه زي ما هم. اوكي. او ممكن حتى في فكره جديده انه ممكن يعني تتعمل زي صندوق كده. اوكي. يعني انت عاملاها تتعمل كذا فكره كذا. وكل واحده فيهم وش شكل، وكل واحد بلون. بالظبط. اوكي. هو عنده لمحبي مارلين مونرو. المره الجايه عايزك تعملي لنا ام كلثوم. في ناس كتير فعلا بتعمل ام كلثوم وعبد الحليم وكل المغنيين او ممثلين القدام. اوكي. الحلو انه الناس يعني اوكي، في ناس تحب مارلين مونرو، في حد تحب حاجات مودرن، بس الحلو انه من قريب الناس بدات في مصر
تقدر الفن الفن والروح العربي ده اخيرا يعني زمان اخيرا كده اخيرا كانوا زمان كان عيب عيب ازاي إيه هنحط حاجه عربي في البيت ازاي كانت كارثه لازم يبقى كله فرنش ونبقى قاعدين عاملين كده ناخد تليفون ناخد يوم معانا من الفعاليه معانا استاذه ناديه الو الو اهلا وسهلا مساء الخير مساء النور يا فندم انا من متابعينك جداد بس بجد يعني مش من زمان بتابع البرنامج بس بقالي حوالي اسبوعين فعلا برنامج بلاقي فيه كل حاجة اشكرك على ذوقك حبيت ان انا برضو اشارك النهاردة لاني انا سعيدة بالحاجات الفنية المعروضة لاني انا دي هواياتي وانا صغيرة ومن حبي في الحاجات دي دخلت بنتيني جرافيك لون جميلة بس هم متخرجين السنه دي بتحايل عليهم عايزه يعملوا لي تابلو اعملوا لي حاجه ببص في الحاجات دي طب انت طب انا اقول لحضرتك حاجه برافو 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 ما تعمليه انت بنفسك ما انا بعمل برضه ساعات بس عايزه الحاجات بقى افكار جديده كده افكار شبابيه جديده بجد برافو عليها وهايله وما شاء الله ميرسي ربنا يخليك شكرا يا استاذه اشكرك اشكرك ميرسي ليك شكرا ليك طيب طبعا انا بشكرك على وجودك معايا النهارده وحاجاتك حلوه قوي ودايما كده الى الامام وكل ما يبقى في كولكشن جديده انت بتعملي كولكشن كل قد ايه؟ على حسب يعني ممكن كل شهرين وكل ثلاثه على حسب انا ما عنديش رول معين انا بحب قوي كنت لسه بحكي لاصحابي ان انا يعني انا كاستمر او زبون قبل ما اكون بعمل ديزاين يعني انا مثلا حابه ايه الوان ايه مش شرط اللي هو لا لازم في سبتمبر هينزل كذا وديسمبر هينزل كذا يعني طبعا في المواسم الفنان ينزل. لازم يشتغل بمزاجه بالظبط ليه لا عشان هيطلع حاجات احلى بس طبعا يعني انا كنت بتكلم عن نقطه يعني حته الديزاين تبقى ممتعه قوي بس طبعا حته ان انت لما تيجي بتعمل الحاجه نفسها صراحه بتبقى صعبه بس ليه؟ مفيش عشان الصناعة مش لازم اقول يعني لا ما كل الناس بتيجي هنا تقول لي الكلمتين دولت في الاخر بالذات كده ويمشوا ويسيبوني الصناعة عندنا ويمشوا ويسيبوني كل يعني ما تقوليش ان انت هتروحي تصنعي في الصين لا ابدا ما في كتير عملوا كده غصب عنهم وراحوا صنعوا في الصين لا مش عايزة وعايزة اقول لك انه المجات دي عشان ابقى صريحة هم بيشحنوها من تايوان ولا مش عارفة من فين وفي كذا مرة تبقى سادة وانت بالظبط انا برضه وكذا يا جماعة مش قادرين نعمل مجات في مصر لا في ما انا هحاول ما هقول لك ايه اللي حصل كنا في معرض والناس تقول ايه ده الحاجات دي حلوه قوي ومعموله فين وكده فنقول لهم من مصر فيبقوا مبسوطين قوي بعدين يقلبوا المج يلاقوا ميد ان تايوان ونقعد نشرح لهم لا ده المج نفسه بس الرسم اللي عليها من مصر وكده فلا قريب قوي انا اكيد مجات تبقى مصايب كلهم من مصر عشان ان شاء الله اسم مصر يكبر لا اقول لك على حاجه بس ما هتظهر لو قلت كان عندي مج مصري لا انا هزعل وانا عندي مج مصري ما حصلتلوش حاجة وبره وقفته في الشاي بيغلي الايد بتاعته اتفكت على المج نفسه يعني للاسف بس ده كان من زمان صدفة اكيد تطورنا اول انا بشكرك جدا شرفتيني ونورتيني وحاجتك حلوه قوي ودايما كده تمتعينا بحاجات مختلفه جدا ان شاء الله شكرا شكرا بشكر الفنانه التشكيليه دينا فاضل على الحاجات الجميله اللي وريتها لنا النهارده واسف ان انا في اول الفقره كده اتكلمت معاكي عن حاجات ما لهاش علاقه بالفن بس احنا شباب مصريين وقلبنا على البلد دي فلازم نتكلم وانا بشجع كل حد في جامعه امريكيه او اي جامعه ان هو ممكن يطلع اللي في روحه ويعمل اي مشروع هو فكر فيه بشكرك شكرا ليكي وبعد ما شفنا الحاجات الجميله ديت الاكسسوارز الخاصه بالمنازل في حاجات فنيه مبتكره جدا ومتاخده من روحنا من الشرق فنشوف فاشن شو النهارده معانا داليا بدر مصممه ازياء وستايلست محجبات عامله لنا حاجات برضو مختلفه جدا ان شاء الله تنول اعجابكم فاصل وارجع لكم مع داليا بدر خليكم معانا لو سمحتوا Yeah.